ونتحدث أيضا عن الأسواق العالمية مجددا في ظل الكثير من المتغيرات والملفات التي نراقبها. السيد أحمد عزام، محلل أول لأسواق المال في مجموعة إكويتي، ينضم إلينا. أحمد، أهلا ومرحبا بك معنا. خليني أبدأ معك من النفط. ما الذي يحدث بالنسبة لأسواق النفط أحمد؟ يعني العوامل اللي عم بتأثر على أسعار جدا متضاربة، واليوم المستثمر حائر، أين سينهي النفط العام 2023؟ صباح الخير مي. نعم، كما ذكرت البيانات الأخيرة أو حتى الأحداث الأخيرة جزء منها كبير متضارب. البيانات الاقتصادية الحكومية من الولايات المتحدة الأمريكية أظهرت بأن إنتاج النفط قد سجل أرقام قياسية 13 مليون برميل و300 ألف يوميا تم إنتاجهم في الأسبوع الماضي، أرقام قياسية تعتبر كبيرة جدا، مما أعطى إشارات بأن المعروض قد يكون متوفر في الولايات المتحدة الأمريكية من ناحية. من ناحية أخرى بكل تأكيد الأسواق لا تزال تزن المخاطر في التوترات الجيوسياسية في البحر الأحمر. عندما ننظر لها مي بكل تأكيد هي تعتبر مخاطر كبيرة جدا، لكن الوجود البديل من الممر من البحر الأحمر باب المندب مرورا إلى رأس الرجاء الصالح بكل تأكيد هي فترة زمنية أطول بمسافة 40%، لكن وجود الحل يعني أن لن يكون هناك اختناق على الأقل للمعروض، فبالتالي أعطى الأسواق بعض الارتياح. عندما ننظر إلى تحركات النفط، نعم تضارب كبير جدا، بالأمس أغلقنا على جلسة سلبية بالنسبة للنفط، قبيلة كانت 3 جلسات متتالية تسجلت ارتفاعات جراء التوترات الجيوسياسية. عندما ننظر إلى المعطيات الحالية على ما أعتقد مي، عندما نزن الأرقام في الفترة القادمة إذا ازدادت حدة التوترات، ارتفعت الحدة، ازدادت مساحتها بشكل أكبر، أعطتنا أرقام بشكل أكبر حول حيثيات التوترات الجيوسياسية على الأرقام النفط، على ما أعتقد قد تعطي دافع جيد بالنسبة للنفط لتسجيل تواترات إيجابية، تسجيل بعض الأداء الإيجابي. عندما ننظر للتحركات خام غرب تكساس، مستويات 72 لا تزال تعتبر مستويات دعم قوية بالنسبة لتداولات خام غرب تكساس، قد تعطي بعض الانطباع بأن إمكانية التداولات الإيجابية مع صمود تلك المستويات وصولا إلى مستويات 80 دولار لخام غرب تكساس على ما أعتقد قد تكون واردة مي. هنا أود الذكر شرط أساسي تزايد حدة التوترات الجيوسياسية كما ذكرت قبل قليل مي. طب أحمد، في إكويتي كيف تنظرون إلى الذهب؟ يعني اليوم لدينا توقعات من البنوك الاستثمارية ب 2200 2400 دولار العام المقبل، هل ترى بأن المستويات الحالية للذهب هي مستويات جيدة للشراء؟ ما يعني ما أعتقد يمكن تتفق معي تماما بأن أسعار الذهب قد تكون أقل مما كانت متوقعة عليه، أو حتى هي أقل بالنسبة للتسعير. عندما ننظر إلى المعطيات بشكل كامل منذ عام 2023 بداية مع ارتفاعات التضخم ثم الانخفاضات، بكل تأكيد الذهب واحد من الأدوات الأساسية لتغطية التضخم من ناحية. من ناحية أخرى عند مرورنا إلى الفترة القادمة عند ما تتجه السياسات النقدية إلى الدورة التسهيلية، قد يكون الذهب ليس فقط الملاذ الآمن مع التوترات الجيوسياسية، لا بل هو دافع قوي جدا للتوجهات إليه مع دورة تسهيل السياسة النقدية. فعلى ما أعتقد مستويات الذهب ارتفاعها فوق مستويات 2075 قد يعيدنا إلى الوجهة القادمة، وجهة تسجيل دورة قياسية جديدة أو دورة تاريخية بالنسبة لأسعار الذهب. مشترط تماما مي أن تستمر تسعير الأسواق لحدة التسهيل النقدي. على ما أعتقد الأسواق بالغت بعض الشيء حاليا بتسعير إمكانية التخفيض بشكل مبالغ فيه. عندما ننظر إلى معطيات الأسواق، معطيات الأرقام، حتى معطيات نبرة البنوك المركزية لحتى الآن نحو تجديد السياسة النقدية، هذا اللي بيخلي أسعار الذهب حاليا تتداول ضمن نطاق عرضي. لكن أود أن أذكر هنا مي بأن التسعير لتسهيل دورة السياسة النقدية بالنسبة للأسواق لو ازدادت حدتها بكل تأكيد قد يكون الذهب أحد الأصول الجيدة والاستثمار فيها في عام 2024. طب عندما تنظر أحمد لمعدلات التضخم في بريطانيا وهبوطها ل 3.9%، ألا ترى بأن السوق محق في تسعيره إلى أن البنك المركزي الإنجليزي سيكون مجبر على خفض معدلات الفائدة العام المقبل، حتى لو أندرو بيلي حتى الآن لا يرى احتمال لهذا؟ يعني أنت أحمد اليوم هل تقف إلى جانب السوق أو إلى جانب أندرو بيلي؟ صراحة
أقف بجانب البنوك المركزية هذه المرة لسبب واحد فقط. عندما ننظر إلى أرقام التضخم السنوية هي 12 شهر، عندما نزيل الأرقام اللي كانت في عندنا مع بداية الأشهر مع بداية المتوسطات الحسابية هي الأعلى، هي الذروة. في الفترة الأخيرة صرنا نأخذ أرقام أقل حدة، فعند مع بتروح عندي الأرقام الأولى وأخذ الأرقام الأخيرة كمتوسطات حسابية، فبكل تأكيد أنظر لها في الفترة القادمة على الإشارات بعد 3 أشهر بعد الربع الأول من عام 2024 قد تتضح الرؤية بشكل أكبر. لذلك الوقت قد يكون هو الكفيل بالنسبة للبنوك المركزية. أتفق تماما مي، حاليا البنوك المركزية هي عبارة عن رد فعل بالنسبة للأسواق، رد فعل بالنسبة للبيانات الاقتصادية. قد لا يكون هم استباق، يحتاجون رؤية أرقام التضخم تتجه نحو 2% حتى يأخذوا إشارة بشكل قوي جدا أنه فعلا تم الانتصار على أرقام التضخم. عندما نزال فوق مستويات مستهدفات البنوك المركزية قد لا يكون هناك توجهات بشكل واضح بالنسبة للبنوك المركزية للتغيير السياسة النقدية بشكل كبير، لكن النمو الاقتصادي قد يكون دافع كبير جدا لتغيير السياسة النقدية. لو اتجهت لقراءات انكماش، قراءات سلبية في الفترة القادمة قد تكون دافع لمحاولة الخروج من مأزق الركود. مي، شكرا جزيلا لك أحمد عزام، محلل أول لأسواق المال في مجموعة إكويتي.